سلام صحباتي العزاء، كديري؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، فرحانين بالحياة ديالكم. وفي الفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان، غادي نشارك معكم مشترياتي الأخيرة. تقديت من بريمارك انا وبنتي من 50 فاكتوري ايفروشي، وتوصلت بجوج حاجات من الروموي. بغيت نقول لكم البنات، انا كنصحكم بهذا يعني بهذا الموقع هذا ديال روموي، لحقاش من بعد ما التعامل معهم دائما كيوصلني يعني داكشي اللي كناخذ من عندهم ماكسيمو لا تعطل 10 ايام ولا 12 يوم، دائما كيوصلني بسرعه تامه. اخر ما توصلت بها البنات هو هذا التريكو هذا اللي لابسه، حمقني اللون ديالو، حمقني ستايل ديالو. هو واحد شويه كيبين كما كتشوفوا، ولكن انا اصلا بحال مع هو قصير ما طويلش، يعني ضروري بلبس معاه يعني قميجه من التحت كما كتشوفوا. دابا لبست معاه قميجه من هنايا، شفتوا كيجي قصير. المهم هو اللي عجبني فيه اكثر هو اللون ديالو والكمام، يعني كنحمق على الكمام يكونوا بحال هكا كما كتشوفوا، كيكونوا مجموعين كيجيوني بحال اللي كيبانوا كلاس. ما نعرف كيعطي واحد ستيل يعني مبنت زوين، وكيعجبني هذا الستيل هذا، خصوصا خارج دابا نيت على يعني خارج درج على الموضه، كاين في زارا، كاين في بزاف ديال المحلات. وهذا الكولور هذا خلاص ما نعاود لكمش ولا فين مشيتي كاين، ولكن انا صراحه كيحمقني هذا اللون لحقاش كيجي واحد الغوز يعني ما مشعشع ما والو، يعني ما نعرف واحد اللون زويون كيعجبني انا هذا اللون هذا. ويعني واخا ما يبقاش درج على الموضه انا غنبقى لبسو لحقاش صراحه اللون ديالي المفضل. المهم كما قلت لكم، والكمام ديالو كما كتشوفوا الاستيك صراحه كيحمق مقاتني الفصاله ديالو من هنايا كما كتشوفوا، الكمام جاو يعني مبومبيين، وهذا الخياطه ديالو من هنا صراحه التيكو زوين زوين بزاف، والعنق ديالو جا طالع. يعني واخا تبغي دير الزيف مجموع على عنقك ولا البنات اللي كيديروا التوربان، يعني غادي يعجبكم كيفاش داير من هنايا. كما قلت لكم وصلت بهذا، غنخلي لكم اللين ديالهم يعني اللينك ديالهم في سميتو في لا باغ دانفو، الا بغيتو تشوفوهم كيفاش يعني كيبانوا على العريضه، ولا كيفاش هما يعني حاط كيكون حاطينو يعني مزيان كيفاش باين. والثمن ديالو صراحه ما عقلتش كما قلت لكم، دابا شي 12 يوم هذا باش خديته ولا ما عرفت هذا باش وصلني. وخديت من عندهم عاوتاني هذا الكاطب هذا اللي اوي كيحمق حمق كيحمق. كنت شفتو واحد البوتيك دايزه من حداه هاد الايام ملي كنمشي نقرا، وحمقني جابوه بالزرق وبهذا اللون هذا، ولكن الثمن ديالو غالي غالي بزاف، كان يمكن كدا 50 اورو. ومني شفت هذا في الروموي قلت غادي ناخذه. كما كتشوفوا جات فيه السلسله من هنايا بالدوغي من هنايا، وفيه هو كما كتشوفوا ماشي كبير بزاف ولكن ما صغارش بزاف بحال ديك المره الصاك اللي كنت وريتكم. هذا صراحه كيهز، راه ندير فيه دابا لاتروس ديالي، البسطام اللي فيه كلشي داكشي ديالي، دايره فيه الاخنده، دايره فيه يعني كندير فيه تقريبا داكشي كلشي اللي كنحتاج من غير الكتوبه كلارو بوركي صغير على الكتوبه. وكيجي تقدروا تطولوه وتقدروا تقصروا بحال جميع الكارطابلات. وكما كتعرفوا هذه المبره هذه خارجه يعني حتى هي موضه هذه الايام، يعني حتى هي موجوده، ولهذا ملي صراحه شفتوه في الروموي كنت غادي ناخذو، عجبتني الكاليتي ديالو. ملي شفته فرحت بزاف ما تصوروش شحال فرحت. والثمن ديالو كنظن لا كان واش 12 اورو، يعني ما كانش غالي بزاف، انا متاكده بانه ما كانش غالي بزاف لا هو لا هذا اللي لابسه. ولهذا تا هو غادي نخلي لكم اللينك ديالو لو بغيتو تشوفوه وتاكدوا من الثمن اللي عجبكم تاخذوه. ما كتشوفوا الصراحه كيحمق، انا هذا هو الدبدوب ديالي حاليا. صراحه حمقني، انا اصلا كيعجبوني الكارطابلات ما كنش نبقى نوري لكم بركي كيحمق كيحمق كيحمق. المهم انا غنخلي لكم كلشي في لا باغ دافو. البنات نزيد ما وريتوش لكم الداخل، بغيت نوريه لكم لحقاش عارفه بان هادشي اللي كتاخذوا من الانترنت يعني من الاحسن يعني تشوفوه، يعني بحال وريتو لكم انا احسن ما انكم تشوفوه يعني غير في التصويرات ما فهمتوا. ولهذا بغيت نوريكم لا تكونوا مهتمين باش تشوفوه اكثر كيفاش داير من الداخل. ها نتوما البنات شحال دايره فيه، هزه فيه قرعه، ادرس هذا الدرس هذا كبير بزاف، دايره فيه كاع داكشي ديالي باش ما يبقاش مرمي تماك في الصاك، ودير هاد لاتروس هادي الادوات، وعاد باش لا جونطه ديالي صغيره فين كنكتب فين كنقيد داكشي ديالي اللي خصني ندير. يعني كبير اللون ديالو من الداخل كما كتشوفوا، اللون كحل، عنده السلسله كما كتشوفوا راني زوقتها لكم بالدوغي، وكتسد كما كتشوفوا دغيا لحقاش كاينه شي حاجه ديال الشينوا شي سكان ولا كارطابله ديال الشينوا، ملي كتحليهم كيتعكس السلسله هادو، السلسله ديالهم زوينه حاليا بعدا زوينه كما كتشوفوا. صراحه كيحمق هاد اللون، نوريها لكم باتين لحقاش الاضاءه ما عرفتش مالها كترات غير بوحدها. صافي البنات هذا هو. دابا ندوزو اشنو خديت من بريمارك. بريمارك البنات غادي نبقى غير نهز ونوريكم، ما تنساوش راني خليت لكم كما قلت لكم روابط لبغيتو تشوفو من بريمارك. غنبقى غير نهز اللي جاتني في يدي، يعني حوايج دانيه حوايجي اللي كان. اول حاجه البنات خديت هاد التقاشر هادو اللي كيجيو خمسه، هادو كنلبسهم مع صوابط اللي كيكونوا مفتوحين راكم عارفينهم، دائما كناخذهم بالكحل، الباك كامل بالكحل ولا بالبيج. هاد المره خديتهم هاد الالوان وجاوني بحال هادو شويه غلاض على اللي مولفه كناخذ، ولهذا خديتهم. وهادو الثمن ديالهم البنات دير 4.50 اورو. غنبقى نقول لكم الاثمنه باش الفيديو ما يجيش طويل لحقاش كما كتشوفوا شي مرات كتشدهم دغيا، شي مرات كتعطل الكاميرا. ندوزو لتاني حاجه البنات خديتها، هما هاد البانطوفه هادي خدينا هاد دانيا كما كتشوفوا،
مكتوب هنايا باللون النقري. صراحه هذا اللون هذا كيتوسخ دغيا ولكن عجبتني انا وبابا وخديناه له. والثمن ديالها 6 اورو زعما ما قلت لكمش الثمن. خدينا ليها عاوتاني هاد البوديات هادو كيجيو 3 والثمن ديالهم ديال 4 اورو كيجيو بحال هكا. نوريكم كما كتشوفوا دائما كناخذهم لا صراحه بريمارك ولا من اتش ام اي ولكن الاكثريه بريمارك لحقاش من تماك ممكن تقدا لها البيجامات وكلشي وصافي كناخذ لها حتى هادو. وهادو كما قلت لكم ديال الكمايم والثمن 4 اورو ما كيبردش يا قلبي لما وريتو لكم. خديت لها من هاد الليجينز هادو العاديين اللي كيجيو دائما في بريمارك هادو كما كتشوفوا. كانوا جوج ملاصقين ولكن لبستها واحد. هادو الثمن ديالهم رخيص بزاف كنظن لها كانت 3.50 اورو جوج ليجينز يعني بحال بحال. ولكن اللي معجبنيش فيهم هما هاد اللون هذا جا بحال الكحل. الكحل ملي كتصبنيه بزاف ديال المرات وكيبهات يعني ملي كنت في بريمارك ما كانش واضح ليا اللون. ملي جيت لهنا ولا كيبان ليا اللون بحال لي ما عرف كما كنقولوا اللون ديال الحاجه مسخ ما بقاش داك اللون ما نعرف يعني. ولكن ماشي مشكله انا خديتهم لا اصلا غير العاب وتبقى الدار وداكشي راكم عارفين ولا لا كانت ملي كنديها غير عند ماما وداكشي. خدينا من هاد الطقاشر هادو اللي هما طوالين كحلين كيجيو 7 بالثمن ديال 3 اورو. صراحه الطقاشر ديال بريمارك زوينين يعني كيديك واحد المده والثمن ديالهم جد مناسب. كيجيو بزاف ديال باريس ولهذا يعني الثمن مناسب. خديت انا هادو بسبعة في كيجيو 7 دايرين حتى هما 3 اورو. انا صراحه كنحمق على الطقاشر البيضين انا كناخذهم دائما قصارين كنلبسهم هما اللي كنلبس دائما مع السبرديله وكيعجبوني بالبيض ما كيعجبني لا كحل لا ولا البيض دائما البيض. بغيت ناخذ تاع الثاني ماشي خديت من هاد الطماطي هادو كيجيو بجوج. عرفتي معايا البنات هاد الفيديو هذا جبتو لكم بزاف ديال المرات كلشي تخلط ليا ما يبلاتي الصماطي حتى نلقى الاخرى ونوري لكم البنات كنبغي ندير لكم بلاصه اول سفره. خديت الدانيا سمحوا لي على الصداع. خديت الدانيا ثاني من هادو. هادو كيعجبوني البنات دائما كناخذ ليها من بريمارك ما كيتحببوش. جربت حتى ديال زارا وشي مرات كيتحببو كما كتشوفوا مكتوبه فيه لوف بلوريدات وكيصدقوا زوينين. الثمن ديالهم ديالهم جد جد مناسب داير 2 اورو. وفيهم جابوا هاد المره رسيمات كيحمقوا كما قلت لكم التوب ديالهم قطني وزوين ماشي داك التوب اللي كتحسوا به يعني عتصبنوا غيخسر لا هذا التوب زوين. خديت ليا بزاف ديال الموديلات. خديت ليا انا هذا هاد التريكو هذا صراحه ما كنتش معوله ناخذ انا بزاف ديال الحاجات ولكن كيف العاده ضروري بريمارك الجاذبيه. عندها هذا الكمام بحال التقشيطه شي اللي خارج دابا وقلت علاش لا ناخذ شي حاجه. المهم ان شاء الله الا درت لوك بوك راه غادي ننسقها مع شي حاجه ولا ما درتش لوك بوك غنحط لكم التصويره كيف العاده في الانستغرام ملي نلبسو. هو راه كيجي قصير كما كتشوفوا ولكن نلبسو نقدر نلبسو مع قميجه ولا نلبسو مع سروال فضفاض ولا فالده يعني ما غنلبسوش ما حقاش قصير بزاف ولا قميجه من تحت. ومن هنا كيجي واسع بزاف كما كتشوفوا راه واسع وكيعجبني فيهم هادو ملي تيكون لكم هذا ديالهم شويه طالع. والثمن ديالو البنات كان داير 12 اورو داروا ليه 6 اورو. ما عرفتش قلت لكم على التريكو التريكو البنات راه قصير. المهم دابا تشوفوه في غتشوفوه في الا ضغطتوا على الرابط غادي يبان لكم تما يعني كيفاش داير كيفاش لابسه الموديل. خدينا الدانية عاوتاني هذا البينوار هذا كما كتشوفوا كيجيو فيه لودينات بحال هكا من هنا التوب ديالو داير هكا. الثمن ديالو تواجد مناسب فيه فيه الحزام لاصق فيه كيجي من هنايا كي الاستيك كيتجبد وصافي عادي ولكن زوين وطويل وسخيخن. انا دائما صراحه خديت واحد المره من السوق ب 15 اورو صدق لي يعني ما عجبنيش تقطعوا ليه الجياب من هنا وداكشي من هنا. وماما كانت خدات ليها واحد من بريمارك وصدق ليها زوين. وهاد المره فاش مشيت انا خديتو ليها لحقاش فاش كتمشي في شهر 11 شهر 12 ما كتلقاهمش وما كيعاودوش يجيبوهم. ماشي اللي كيديروا هاد القضيه كيديروا بريمارك بزاف كاين شي حاجات كيجيبوهم مره وما كيعاودوش يجيبوهم بحال دابا هاد البينوارات اللي ما خديتوهمش لولادكم دابا ما غيبقاوش يعاودو يجيبوهم. ولهذا كنصحكم يعني الا لقيتوهم وكنتو محتاجين ليه بلا ما تسناو حتى 11 ولا 12 سينو خدوهم اليوم دابا. وهذا البنات الثمن ديالو تواجد مناسب كما قلت لكم رخص من ديال السوق داير 10 اورو. وعليكم صراحه الثمن رخيص بزاف البنات. المهم دير 10 اورو بلا ما نبقى نتسنى الحقا سينو غادي يدير غادي يجي فيديو طويل. تنقول علاش تبدلت الاضاءه هي الكاميرا اللي تحرك داكشي علاش تبدلت الاضاءه. المهم
خدينا عليها عاوتاني هاد ليجينز هذا اللي عجبني بزاف كما كتشوفوا ديال اونيكورن. انا اللي عجبني فيه هو هاد الرسمه هادي. باش ندير لكم كامل مزيان لحقاش كتحمق صراحه. شفتوا كتحمق هاد الرسيمه. وهادي هذا الكاليدات ديالو حسن من الكحلي اللي وريتكم. هذا الثمن ديالو دير 4 اورو حتى هو الثمن ديالو جد مناسب. واللي عجبني فيه كما قلت لكم هاد الغوز هذا وفي نفس الوقت هاد الاونيكورنيو اللي عندها هنايا. خدينا اللي عاوتاني هاد القبيه هادي اللي كتجي بحال هكا في الوريدات هادو فيهم بحال البوربورينا بحال البريو كما كتشوفوا. انا كنقلبوا لي على شي وحده يكون فيها السلسله ساعه ما لقيناش لقينا هادي مسدوده وخديناها لحقاش عجبنا كيفاش الديزاين ديالها. وهادي الثمن ديالها البنات داير 6 اورو صراحه. بريمارك الاثمنه ديالها جد مناسبه. المهم كنقول لكم غنوريكمش كنبقى نوريكم ما عرفتش علاش مديوش عليا. ومن هاد التريكوات اللي قلت لكم كناخذها دائما خديت ليها هذا كما كتشوفوا. جابوا صراحه المره رسيمات زوينين حتى دير 2 اورو. هادو اللي كنوريكم بحال هكا دايرين 2 اورو. خديتو لها حتى بالكرونه ولكن هادوك لبستهم ليها بالبيج. خديتهم لها بزاف ديال الالوان ولكن الكري والبيج اللي كنلبسها بزاف والكرونه كيحمقني الكرونه. المهم خديت ليها هذا راه لبستو ليها مصبن كما كتشوفوا الرسمه ديالك كتحمق. خدينا الدار هاد الفوطات هادو صغارين كيجيو شحال وحده 6 ب 3 اورو صراحه زوينين. انا عندي ديال الوجه ديالي فيهم باللوان ولكن دابا بقى ناخذهم البيض باش ملي بغي ندير التصبينه ديال اللحيه يكونوا عندي كلهم بيضين ما يبقاوش عندي الالوان كنخاف عليهم اللحيه وداكشي. ولهذا خديتهم هاد المره بالبيض ونبقى ان شاء الله دائما ناخذهم بالبيض. كيجي الباك هاد داير بحال هكا. وخديت عاود لدانيا هاد الطقاشر هادو الباك كيجي فيهم 7 والثمن ديالهم كنظن لها كان 2.50 ولا 3 اورو. 7 يعني 7 طقاشر وفيهم 7 الوان ومكتوب هنايا ديال الكتب. انا صراحه ما اهتميتش بهاد الكتبه نقول لك انتم مهتمين كل زعما كل تقشيره بالنهار وبالانجليز يعني كما كتشوفوا بحال زعما كل تقشيره تلبسها نهار. وخديت لهاد الفليل هادو اللي كيحمقوني. انا كناخذ دائما ديال بريمارك لحقاش ديال تشينوس ما كيعجبونيش قاسحين وكيطلعوا يعني ملي كتاخذي 4 الباك فيه 4 بجوج اورو. هادو دايرين 2 اورو و 13 قلت لكم كان 2.50 ولا 3 اورو ما عقلتش بالضبط صراحه. المهم هادو تيكون باك بجوج اورو فيه 4 يعني كيطلعوا ب 50 سنتيم الوحده وفي تشينوس كيطلعوا غلا. المهم وكيجيو كتجيني الكاليدات ديال بريمارك احسن ديال تشينوس. وجاو هاد المره هادو فيهم هاد البوربولينا هادي وهادو صراحه حمقوني وخديت لها منهم. خديت انا ليها الطقاشر هاد السماطي هادو لي وحده كتجي سامبل هادي الكحله وهادي كتجي بحال اللي فيها داك افيكتو ديال الحنش ولا ما نعرف. المهم بغيت نقول لكم واحد الملاحظه هو انكم البنات لابد تشريو السماطي بعدا من بزاف تقريبا جميع المحلات كيكونوا دايرين الطايه هنايا. نوريها لكم باش تعرف. دابا انا خديت الالي شتو انا خديت الالي تقدروا تاخذوا الطايه ديالكم لحقاش الا خديتو الاكس ان مثلا ملي كتجيو تبغيو تسدوها كتجي كبيره بزاف. الا خديتو الاس عاوتاني ملي كد ما غتكفاكمش دائما ردوا البال. انا كنت كنغلط صراحه يعني داكشي باش كنقولها لكم تقدر شي بنت فيكم يعني ما عارفاش هاد القضيه واكيد يكونوا اللي عارفين ولكن كنقولها اللي ما عارفينش. انا ما كنتش عارفه ولهذا كنت كنغلط. اما دابا كناخذ دائما الالي وتجيني هي هذيك. والثمن ديالهم هادو البنات كما شفتوا دايرين 3 اورو بجوج ونقدر خديتهم عاوتاني حتى مثلا المارون نقدر نديرها هنايا مثلا مع شي كسيوه ولا شي حاجه. الدانيه البنات خديت لها الطقاشر هادو. شكون فينا اللي ما كانش كيعجبو هاد الطقاشر هادو؟ انا بعدا من عشاق هاد الصوبه ما عرفتش منين جات من عشاق هاد الطقاشر هادو. ملي كنت صغيره نهار كتلبسهم ليا ماما البنات كنحس براسي برينسيس شكون فيكم بحالي كنت تتوقع لي. ولهذا كنلبسهم للدانيه بزاف. تخيلوا شي مرات كنلبسهم لها مع سبرديله سبور بزاف يعني كنلبس لها الطقاشر هادو لحقاش كنحماق عليهم مكرهش نلبسهم لها دائما. المهم بغيت نقول لكم انهم هادو راهم رخاصين بريمار كيجيو ثلاثة الباريس بجوج اورو 50. انا فايت لي خديت لدانيا غير وحدين من واحد المحل ب 5 اورو وما صدقوش ليا زوينين. وهادو كيبانوا صراحه الكاليدات ديالهم مزيانه ما بيهاش وفيهم هذا تا هو زوين ما كيبانش يعني شي حاجه خايبه
بالعكس انا عجبوني ملي شفتهم قلت هادو غادي ناخذهم بلا ما نفكر. وبحال هاد الحاجات كما قلت لكم بريمارك ملي كيساليو ما كيعاودوش يجيبوهم بعدا في بريماركات اللي كنمشي لهم انا. الا مشيت مثلا هاد السيمانه ما جي كنمشي ما كنلقاهمش. ولهذا الا كنتو كيعجبكم المناسبات لبنياتكم خذوهم. هاني علمتكم لا تقول ما علمتكمش. والفوطه تاع البنات خديت هادي خدينا منهم جوج. ها كما قلت لكم كناخذ دائما الفوطات ديال الضرب البيض يعني ديال اليدين والرجلين والوجه بالبيض. وهذه البنات الثمن ديالها داير 2.50 باش نتسنى. وكتجي كما كتشوفوا كبيره دي جوج بالبيض. وغنبقى ناخذ منهم كما قلت لكم دائما بالبيض. وخديت هادو اللي دائما كناخذهم بريمارك فاش كنلقاهم ديال نوريهم لكم هنايا. كما كتشوفوا دوني عادي الثمن ديالو هذا داير 2.50 صراحه من الكاليتي ديالو ماشي مزيانه بزاف ولكن كناخذهم نعدي بهم وصافي. اما اللي بغيتو شي وحدين بحال هادو اللي يديو لكم بزاف ديال الوقت كاينين في انتيميسيمي دايرين يمكن 8 اورو الوحده 8 اورو في التخفيضات ويمكن لا 15 12 اورو بلا تخفيضات. صراحه كيبقاو انا كنت شريت من عندهم كيبقاو مده طويله. ولكن مع دابا كنمشي بريمار كنكون تقدا صافي كنعجز نمشي عاوتاني انتيميسيمي ولهذا كناخذهم كنقول ماشي مشكل نعدي حتى شي مره ونمشي لانتيميسيمي. بالحق ان شاء الله في التخفيضات ديال شهر واحد ان شاء الله غادي نمشي ناخذهم من تماك ان شاء الله باش يبقاو ليا مده طويله بلا ما نبقى كل مره مشيت ناخذ. صراحه ديال بريمار ما بيهمش اللي بغى يعدي وصافي. والميزه ديال بريمار بالنسبه لي انا هو هاد الصباط هذا البنات ما عرفتش فيتكم شفتو راني هذا لبستو وريت لكم في الانستغرام وعندي بالمارون يعني بالقهوي. بالقهوي البنات خديته ب 13 اورو. جات عندي صاحبتي قالت لي شتي صبط لك انت خديتي ب 13 اورو بغات تفقسني وليت فقساتني صراحه. يلاه مده قصيره دي باش خديته ماشي طويله يعني كون كانت طويله راه عادي يرخصوا لي. ولكن واش قالت بريمارك تدير لك الصدمه كان 13 اورو وداروا لي 4 اورو. ملي قالت لي صاحبتي عرفتي بقى فيا الحال قلت اوه داروا لي 4 اورو 50 شحال خديته انا ب 13 يعني تشمد. ومشينا نيت مع ديك صاحبتي فاش مشينا درنا الخريجه اللي وريتكم في البلوك ديال ايكيا ومشينا دزنا بريمارك تقول لي عرفتي شنو راه كاين داك الصباط اللي قلت لك بالباج. قلت لها حلفي قالت لي قلت لها عندك غير ما لقاش. قالت لي راه بقى غير واحد ولقيتو داير فيه 39 يعني النمره اللي كنلبس. ومشيت وانا نلقاه قلت لها شنو غادي ندي ما يمكنش تبقى فيا الشمت على الاقل نحس باني خديت جوج بشحال 13 زائد 4 اورو بويس بحال خديت جوج ب 17 اورو احسن من اني خديت واحد 13 اورو صافي. ولا ناخذ صراحه اصلا كما قلت لكم هاد الستيل ديال الصباط تيعجبني ديال بحال المكاسن كيجي هنايا فيه بحال الطوغي. وانا مشيت للقهوي صراحه خديتو خفت لا ما يبقاوش حقاش الستيل ديالو كيعجبني ولا حاجه ما كتعجبني سبحان الله ما كنلقاهاش ملي كنمشي مره اخرى. داكشي باش خديتو بالقهوي. ولكن خديتو دابا بالباج كما قلت لكم الثمن جد رخيص جدا واللون كيحمق وفي هاد السنيسله هنايا حتى هي كتحمق بالطوغي. المهم ما تشمتش في هذا في الاول تشمت لحقاش كون هي كيخليك يدوز شهر يلاه سيمانه باش خديتو ولا ما على 15 يوم داروا ليه عاوتاني التخفيض. المهم ماشي مشكل. دابا البنات باقي لينا ما بغيتش ننسى حتى شي حاجه لحقاش كما قلت لكم هذا الفيديو عاودت ثلاثه المرات كل مره كننسى شي حاجه. دابا غندوز نوريكم شنو خديت من ايبروجي البنات. اسم ديال المحل يفاس روتشير الاسبانيول نكون كنتقها مال ما تعرفوش من المحل. خديت من عندهم هذا الكريم هادي ديال الكويربو ديال المانجو. يا رب هاد الكاميرا كتفقص. ندمت حتى شريتها كيبان لي غادي نبدلها يمكن صراحه كتضيع لي الوقت بزاف في الفيديوهات ما فهمتش علاش. نوريها لكم واش بغيتو تاخدوها تكون عندكم واحد الفكره. هاو دابا السلام. المهم خديت الكريم هذه ديال المانجو ودايره 5.95 اورو. خديت من عندهم هذا الصابون هذا ديال الوجه اللي فايت لي وريتو لكم. هذا البنات داير الثمن ديالو 14 اورو. كاع الاثمنه كيكونوا زايدين الا ما كانتش عندك لاكارت. الا كانت عندك لاكارت كتاخذهم ثمن رخيص. هذا البنات كندير 14 اورو مع انا عندي الترخيطه ديال ايبروشي داروا ليا 6.90 اورو نقولوا 7 اورو باش دير الثمن ديالو. المهم رفيت لي وريتو لكم الاسم ديالو سيبو في خيطال. رفيت لي وريتو لكم فيديوهات لي صبو. وخديت كريمه من هادو ديال اليدين
والبنت قالت لي راه كاين واحد اوفر طال وصلت 14 اورو ولا ما نعرف 15 اورو كنعطوك يعني يا اما جيل من هادو ولا كريمه من الكريمات اللي خديتنا. ولهذا زدت كريمه من هذه راه هي دايراها في الصاك ديالي كنديها معايا. الا زدتي خسرتي 2 اورو غادي توصلي لهذا الثمن ونعطوك شي حاجه كادو بوس. انا خديت كريمه من هذه باش نديرها معايا في الصاك وما قلت لكمش البنات كريمه هذه كتحمق الريحه ديالها ولكن الترطيب ديالها عادي ماشي حاجه. وهادي كنضر لها الثمن ديالها 2 اورو كما قلت لكم. وانا ناخذ هذا كادو يعني هذا كندير 6 اورو وخديته يعني بحالو بحال الكريم. خديت جيل ديال المانجو باش يكونوا تيجيو معايا يعني نهار ندير نهار نستعمل جيل ندير حتى الكريم ويبقى الريحه اكثر ونشم ريحه. واخا راني استعملته وصراحه واعر البنات واعر واعر بزاف عجبتني الريحه ديالو عجبتني الترطيب ديال الكريم ديال الجسم عجبني على ديال اليدين صراحه زوينين وكنصحكم بهم خصوصا الا كانت يعني شي اوفر طاب بحال هكا كيجيوكم زوينين يعني في الثمن وكديروا غير شويه كيدير رغوه بزاف 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 صراحه زوينين بزاف هاد المنتجات ديال الابروشي ولات مؤخرا كناخذ من عندهم بزاف ديال الحاجات. وصافي هذه هي المعلومه ديال الابروشي. غادي تبقى لنا حاجه وحده وهي اشنو خديت من تيفتي فاكتوري. غنوريكم المحل البنات لحقاش غادي تسولوني بزاف ملي غتشوفوا شنو شريت منه. هاد المحل البنات انا تقديت منهم اثيوبيا كاين في اسبانيا تقريبا ماشي في جميع المدن ولكن اكثريه ديال المدن الكبار فيهم. كتبوا هذا الاسم هذا في جوجل شروم راه كتبوا يعني فين كاين غادي يطلع لكم يعني جميع المدن وب ب بالعنوان وكل شيء. لقيت عندهم انا دخلنا انا وصاحبتي دائما كيجيبوا حوايج طوال وكيجيبوا ماركات غاليين. نعاود نشرح لكم واخا شرحت لكم في واحد الفيديو بالنسبه للبنات اللي غتكونوا جداد كيجيبوا ماركات غاليين باثمنه شويه رخاصين. كاين شي مرات كتلقايه ميزات ديال بصح. ومن الماركات اللي عندهم هي كورتيفيل وومان سيكريت بالنسبه للبنات اللي كتعجبكم وومان سيكريت اللي كتبيع البيجامات وداك الشيء. هذه المره جابوا داك الشيء ديال الماتيرنيداد يعني ديال الامهات الحوامل وهذا اللي كيبغيو جابوا الملابس الداخليه اللي خاصين بالرضاعه مثلا. العيال كيردعو بثمن 4 اورو الوحده وقطنين واعرين واعرين البنات. انا كنت خديتهم من السوق واحد المره ب 12 اورو من اتش ام اي ب 15 اورو وصراحه ما عجبني لا ديال اتش ام اي ديال السوق. هادو اللي جايبين يعني في هذا المحل هذا زوينين بزاف لحقاش قطنين ومريحين بزاف. كما قلت لكم الثمن ديالهم 4 اورو لحقاش دايرين تخفيض. وكما قلت لكم عندهم كورتيفيل عندهم ميلانو وهاد الماركات كلهم غاليين ولهذا ما عرفتش انا كيفاش هذا المحل كيبقى ياخذ من يعني واش ما عرفني كيبقاو لهم بياسات قليله المحلات هادو كيعطيوه ولا ما نعرف ما فهمتش. المهم المهم هو انني لقيت عندهم هاد الكسوه ما شفتهاش انا شفتها وميكس لحقاش ما عجبتني في شكل. وصاحبتي قالت لي عرفتي الكسوه واعره قلت لها نور غادي تجيني مزيره. انا مناش خفت لحقاش هي ايفازي قلت غادي تجيني مزيره ان شاء الله ملي غادي لوك بوك ولا شت صوره في الانستغرام نحطها لكم. قلت من هنا غادي تجيني مزيره وانا ما كنحبش حاجه تجيني مزيره من تماك كوركي كنحس براسي انكومودا. هي راه طويله حتى لحد الرجل. راني درت لكم واحد الميني فيديو في الفلوغ رجعوا شوفوه الفلوغ اللي فات راه غادي تلقاوني سجلت لكم كيفاش جاتني لبستها وسجلت لكم في المرئي وحطيت لكم حتى في الانستغرام في ستوري نهار نهار مشيت لهذا المحل هذا باش تشوفوها. المهم المهم هو ان الثمن ديال البنات كندير تفرجوا تفرجوا صراحه الثمن جد جد مناسب كندير البنات 80 اورو داروا ليه 26 اورو يعني الثمن جد جد مناسب. نتوما نعاود لكمش اصلا البنات اللي مجربين المحل ديال الكورتيفيل راكم عارفين الكاليتي والبنات اللي ما مجربينش راه عندهم الكاليتي واعره 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 واعره. جاوا فيه الجيوب هنايا صراحه بالنسبه للبنات اللي يعني كيعجبهم الكساوي المحجبات اللي ما كيعجبهمش يلبسوا السراول هادو راه واعرين. وكما قلت لكم الثمن جد مناسب الكاليتي واعره وكتجي معاهم الصمطه اللي كتجي في الوسط كاين اللي غادي يعجبو يديرها كاين اللي ما غاديش يعجبو حتى هي كلاس واعره واعره. المهم انا مبغيتش مبغيتش نديها وقعت عليها صاحبتي دخلي قيسها قالت لي لا راه غاتجيني مزيره خصني على الاقل تكون ال وهذه راه الام. ودخلت قيسها جاتني هي هذيك ما جاتنيش مزيره بالحق الا غلطت شويه صافي ما نقدرش نلبسها خصني نبقى هكا ولا نضعف شويه صافي. المهم جات واعره راني خليت لكم راني خليت لكم كيفاش كتجي في البلوغ وان شاء الله نحاول ندير لكم شي لوك بوك عامه قريب ان شاء الله. المهم لو بغيتي لوك بوك ما تنساوش ديروا لايك بزاف لهذا الفيديو هذا وتخليوها لي في التعليقات باش تحمسوني وندير لكم شي لوك بوك عامه قريب. صراحه البنات مؤخرا وليت كنلاحظ انه اللايكات ديالكم قلالو في الفيديوهات وداك الشيء كيخليني نعجز ماشي نعجز سينو ملي كيكونش عندي الوقت ما كنحاولش نجبد الوقت بزز كنقول علاش لا كان ما كيهتموش بزاف بالفيديوهات. ولهذا الا كنتو مهتمين باللوك بوك وبغيتو تحيدو مني نجبد لكم الوقت وندير لكم اللوك بوك كيف ما كان ديروا لايك لهذا الفيديو صافي. يلا غادي نقول لكم دابا يمكن ما نسيت حتى شي حاجه كنتمنى نكون ما نسيت حتى شي حاجه. غادي نقول لكم كنتمنى لكم نهار زوين ولا ليله زوينه وقتاش ما كنتو كتشوفوني تهلاو ليا فراسكم وحتى الفيديو المجيء ان شاء الله. وما تنساوش اني كنبغيكم بزاف 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 وشكرا شكرا على البنات اللي دائما كاينين على الدعم ديالكم الحب ديالكم والتعليقات الزوين ديالكم. وبوسه كبيره حتى الفيديو المجيء ان شاء الله. باي باي عليكم.